بعد أيام من الانتظار توجه محققو الأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق ليحققوا في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين بعد وقوع مجزرة لم تتكرر منذ ربع قرن. المفتشون انطلقوا في 5 سيارات بمواكبة أجهزة الأمن السورية بعد أن أعلن المجلس الثوري للغوطة الشرقية هدنة عسكرية وتأمينا لزيارتهم مكان القصف الكيميائي. وافقت المجلس على دخول لجنة التحقيق الدولية الخاصة باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا إلى الغوطة الشرقية، ونعلن عن إيقاف كافة الأعمال الحربية يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر آب خلال فترة زيارة اللجنة الدولية وتقديم كافة التسهيلات والمساعدة لعمل اللجنة. وبالرغم من ذلك أفاد شهود عيان بأن اللجنة لم تستطع الدخول إلى معظمية الشام بالغوطة الغربية في ريف دمشق جراء إطلاق الرصاص عليها من قبل حاجز المخابرات الجوية واللجان الشعبية المتمركزة في الحي الشرقي من المعظمية، فيما قال أطباء متطوعون إنهم جمعوا عينات عدة تدين النظام. استخدام السلاح الكيماوي أمر لا شك منها، الحالات الصور الفيديو العينات التي جمعناها في يوم الإصابات لا تترك أي مجال للشك بأن السلاح الذي تم استخدامه هو سلاح كيماوي. نحن على اتصال مع جرائم النظام منذ 3 سنوات، خبرنا كافة أشكال جرائم النظام وآخرها السلاح الكيماوي. وكان بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة قد شدد على السماح للمفتشين بإجراء تحقيق كامل وشامل من دون أي عراقيل، وأن كل ساعة تحتسب، وأن مرتكب الجريمة التي أودت بحياة 1300 شخص بحسب المعارضة السورية لن يفلت من العقاب. تهاني الجهني، العربية.